قاعدين محشورين في جربه فوقين هو وامهم، وهو يلا يشرب من الدستوري ويلزم يلزم 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 الحكومه تعمل حل. نطلب من السلطه ومن الحكومه ومن رئيس الدوله يسيبونا ولدنا، راي عياله هامله في جربه ومشرطة ويقتل فيها من الشر والهم كل شيء لحقهم، وتيموت وصل تيموت بنويته وعيلته. علاش اش عامل؟ عامل جريمه، ما هو يخدم في وطن غادي وهنا عامل جريمه وباش يدوك هكا، والعباد هي مخوطه ومزنزه في ديارها. هو ماشي يخدم في البلاد، ماشي يخدم في الوطن منه ومن غاد. نطالب من السلطات الليبيه كان هي ثم السلطات، ها لان تسيب لنا اولادنا ومنهم حمد الباشي اللي عنده صغار او عشير. يا ليبيين راهو عندكم زوز ملايين تونسي، انا ما تخافوش عليهم يا اخي، ما حاجتكم مش باهم، هم عايشين معنا خيان نحن، احترموا رواحكم هكا هو تنحوا ديما فكوا نجموا فكوا زوز ملايين، لكن ما نعملوش كيفكم، نحن رانا نضاف وكا هو. باسم الرابطه التونسيه للدفاع عن حقوق الانسان نندد بهذه الممارسات اللا قانونيه، هذه الممارسات الميليشياويه، الممارسات التي تنتهك حقوق الانسان والقانون الدولي، واختطاف الدبلوماسيين هو ضد الشرائع الدستوريه وحتى الانسانيه. لذلك نحن نندد بهذه الممارسات اللا قانونيه وندعو الحكومه الى اتخاذ اجراءات معناها اللازمه والرادعه لارجاع دبلوماسيين والمخطوفين الى ارض الوطن وحمايتهم. وكذلك نطلب من الحكومه ان توفر معناها الحمايه اللازمه لبعثتنا الدبلوماسيه بالخارج، وان تتحمل مسؤولياتها في معناها رفع هذه القضايا الى حتى الى المحاكم الدوليه، وهي تعتبر معناها ممارسات معناها ترقى الى الجرائم ضد الانسانيه. ما تخليش يعني الحكايه تتطور اكثر من هكا وتنقص من المساومات وترى شنو، خاطر نحن مش بالشيء هذا اولادنا يمشوا يخدموا في الوطن وهما باش يشوا يكونوا هما الضحيه، ما يجيش هكاك. نطالب من الحكومه من السيد رئيس الباجي السبسي بانه باش هو يقوم هو بالواجب، يقوم هو يجي يرجع لنا باولادنا في اقرب وقت. وترجع لنا اولادنا سالمين كيما المصحفيين ما نعرفوش عليهم موتى ولا حيين، كيما كل يوم كل لحظه هما موصلين اعصابنا حاربين اعصابنا عليه لمتى؟